ده فن مكتب الكريستال. سيادتك طبعا قارئ القران الكريم يعني هتشوف لوحدك سيادتك ابتكار مصري فريد اول تسجيل للقران الكريم على الحجر وفي سيادتك جهاز بيقدم خدمه رفيعه
عبارة عن تلاوات مختلفة للقرآن الكريم، يختار الجزء ويختار القارئ ويختار التفسير من التفسير، ويتم الاستماع من خلال الجهاز. خدمة من خدمات تقديم القرآن الكريم للزوار المكان. أشكرك. تفضل. دار القرآن الفندم تتكون من 30 إيوان، كل إيوان تم نقش جزء من أجزاء القرآن الكريم كاملا عليه، بحيث أنه اللي يدخل كل إيوان كأنه بيعيش في قلب هذا الجزء من القرآن الكريم، مع الجو الذي يحيط بالمكان من الزخارف الراقية المنحوتة في الحجر بصبر وبتفاني وبحب. الجزء الأول ساتك من القرآن الكريم بيبدأ طبعا بزخارف سورة الفاتحة. كل إيوان يشتمل على 20 صفحة ليست مصورة بل منقوشة نقش على الحجر، إعادة إحياء وتجديد لهمة المصري القديم اللي كان ينقش العلوم والمعارف على الحجر. كل جزئية في المكان ناطقة بآيات القرآن الكريم، بالزخارف البديعة اللي تملأ وعي الإنسان والجو المحيط بالإنسان بجلال الله. طبعاً الجزء الأول من القرآن الكريم يعني من القيم التي أرسلها للبشرية من خلاله، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. فأول رسالة فندم رسالة العلم، الرسالة التي نتوجه بها من دار القرآن الكريم إلى العالم بأكمله من الجزء الأول من القرآن الكريم، تعظيم قيمة العلم والتعليم وإنشاء المدارس والجامعات. وابن خلدون فندم كان بيقول في القرن التاسع الهجري: والعلم والتعليم في زماننا هذا إنما هو بالقاهرة من أرض مصر. فده سيادتك يعني نموذج للجزء الأول من القرآن الكريم، مكون من 21 صفحة، 21 لوحة منقوشة على الحجر. كل إيوان وكل جزء عبارة عن 20 صفحة، فقط الجزء الأول 21 علشان الزخارف الخاصة بسورة الفاتحة وفواتيح سورة البقرة. الجزء الأخير كمان فيه 23 صفحة علشان الفواصل اللي موجودة ما بين قصار السور. طبعا سيادتك يعني الزخارف اللي موجودة في حوالين الفاتحة وبداية سورة البقرة ده نمط بديع أبدع فيه المسلمون عبر التاريخ، يعني أجود ما تجود به قرائح البشر من الفن. بقية الأجزاء الثاني والثالث والرابع، الممر ده يا فندم فيه 14 إيوان ب14 جزء. نشوف ستك نموذج كمان في الجزء الـ12. الجزء سيادتك زي ما عرضت على سيادتك 20 صفحة، 20 لوحة منقوشة. أظن سيادتك من القيم اللي ممكن نقدمها في سورة يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وسيادتك من العجائب عند تدبر القرآن الكريم إنه في 4 أشياء وصفت بالجمال في القرآن الكريم: فصبر جميل، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا، وحتى عند الوصول إلى الطلاق لا قدر الله فمتعوهن وسرحوهن صراحا جميلا. والعجيب سيادتك إنه الأربع معاني في مواضع النزاع والخصومة، فكأنه دي رسالة من القرآن الكريم إلى كل إنسان على ظهر الأرض أن يتجمل خصوصا في وقت الخلاف، فكيف بأوقات الوفاق واللين والسكون. تفضل فندم. احنا سيادتك لما بناخد من كل جزء معنى أو قيمة، في سورة الأنفال هناك: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إحياء الإنسان بالأمل، إحياء الإنسان بالعلم، إحياء الإنسان بالمعرفة. بننتقل يا فندم من الممر ده إلى الممر المقابل المشتمل على 16 إيوان اللي تكمل 16 جزء من أجزاء القرآن الكريم. أول إيوان هيكون الجزء 15، ونقدر سيادتك من الجزء 15 برضو نقتطف يعني رسالة للعالمين. كل جزئية في المكان يعني تنضح بمعنى الجمال. كان الفيلسوف الإنجليزي المسلم مارتن لينجز أبو بكر سراج الدين عمل كتاب روائع فن الخط والتذهيب القرآني. سيادتك الجزء 15 يا ريت فهم. الجزء 15 سيادتك يعني الهدية اللي نقدر نقدمها للناس من الجزء 15 لو سيادتك تسمح لي: ولقد كرمنا بني آدم
وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. رسالة تكريم إلى كل إنسان. القرآن الكريم يقدم التقدير والإكرام والاحترام لكل إنسان على وجه الأرض. رسالة من دار القرآن، من مسجد مصر، من أرض الكنانة مصر، لكل إنسان على أرض على وجه الأرض. القرآن يعلم الناس إكرام كل إنسان. الإنسان خلق ليكرم، الأم خلقت لتبر، الوطن خلق ليحب. لننتقل سيادتك بعد كده إلى أجزاء أخرى من القرآن. ممكن سيادتك ناخد نموذج آخر، أحد أجزاء القرآن الكريم، وناخد منه برضو رسالة من دار القرآن للعالم. ولو سيادتك تسمح لي نلقي نظر على الجزء 26، الإيوان القادم كمان يا فندم. بس سيادتك 27 ممكن سيادتك الجزء 26. الجزء 26 سيادتك فيه سورة الفتح، فيه سورة الحجرات، ومن سورة الحجرات نقدر ناخد للناس قيمة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يعني بينما تنطلق نظريات وفلسفات ورؤى مغلوطة تدعي أن علاقة الشعوب والأمم والحضارات هي الصدام والصراع، إذا بالقرآن الكريم يقول لتعارفوا، فنقدر نقدم منها للدنيا نظرية تسمى بتعارف الحضارات. أخلت الرئيس صلاح القادري رئيس الإذاعة الليبرية، نفتخر بك كثيراً، الفخر للعرب والفلسطين. من هنا فندم نقدر نمهد إلى يعني درة من درر دار القرآن الكريم، فيما يعني استقرت تسميته بقاعة دلائل العظمة، فيها عدد من الآيات من جواهر القرآن الكريم، وكل ما فيه جواهر وعظيم وجليل، نقشت بنفس الطريقة على الحجر مع سطر يشرح مضمون الآية، وترجمت هذا السطر إلى اللغة الإنجليزية. فضيلة الإمام، فضيلة الإمام، كل سنة وسيادتك بألف خير، كل سنة وحضرتك طيب. سيادتك كل لوحة من دول معنى من المعاني، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، مع سطر يشرح معنى الآية مع الترجمة. سيادتك هنا يعني معنى بديع وغير مسبوق، ويمثل كشف عجيب نقدمه برضو للبشرية بأكملها. وجد بعد التأمل والتدبر يا فندم إنه في ثلاث مواضع في القرآن الكريم لا رابع لها، وصفها الله تعالى بالأمان. الأول الجنات النعيم، إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. الموضع الثاني المسجد الحرام، لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. الموضع الثالث مصر، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فإحنا سيادتك أخذنا آمنين من الآيات الثلاثة وثبتناها، وكبرنا الموضع المذكور في كل آية، مع كثرة ما كتب حوالين ذكر مصر وتبجيلها في القرآن الكريم، لكن يظل هذا المعنى من المعاني العزيزة. وبعد كده سيادتك مصر في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن الكريم، ثم سيناء في القرآن العظيم وفي الإنجيل وفي التوراة، يعني إشارة إلى ما تحظى به مصر من تقدير في سائر الكتب السماوية وفي الوحي الإلهي على تعاقب أطواره. بعد سيادتك ما يعني تم صناعة هذا الإبداع، تم تحويله إلى صورة أخرى في القاعة المقابلة لسيادتك. نفس المضمون سيادتك اللي موجود هناك تم تحويله إلى هوية بصرية أخرى في اللوحة اللي هنا، ودي سيادتك الإبداع اللي فيها أنها مش رسم، دي برضو نحت في الرخام، فالمجهود المبذول فيها مجهود ضخم يعني ومضني. نفس المضمون سيادتك، يعني مصر وصفت بالأمان مع جنات النعيم ومع المسجد الحرام، مصر في التوراة والإنجيل والقرآن، سيناء في التوراة والإنجيل والقرآن. يبقى سيادتك مسك الختام، المصحف الشريف العثماني اللي هو أثمن ما أهدي إلى دار القرآن إلى الآن، وأثمن ما تشتمل عليه، مصحف سيدنا عثمان بن عفان. المصحف فندم يعني بحوث المؤرخين حواليه إنه إما إنه يكون المصحف الخاص بسيدنا عثمان بن عفان أو أحد المصاحف اللي أرسلها سيدنا عثمان إلى الأمصار. المصحف يزن 80 كيلو جرام، يشتمل على 1087 صفحة. المصحف بالخط الكوفي القديم، غير منقوط، غير مشكل، غير مقسم إلى أحزاب وأرباع. المصحف ظل محفوظاً في مسجد عمرو بن العاص على مدى 400 سنة بالكامل.
ثم انتقل إلى المدرسة الفاضلية، وصاحبها اشترى المصحف الشريف ده بثلاثين ألف دينار ذهب تقديراً وتعظيماً للمصحف. ثم أنشأ له السلطان الغوري قبته الخاصة ليودع فيها المصحف الشريف، ووثق عليها أنه مصحف عثماني. ثم نقل على يد أسرة محمد علي باشا إلى قلعة صلاح الدين مقر حكم مصر، اعتزازاً عبر التاريخ بهذه النسخة الشديدة الندرة والنفاسة من المصحف الشريف. ثم نقل إلى مسجد سيدنا الحسين، ثم إلى مسجد السيدة زينب في مركز المخطوطات في الأوقاف، ثم تم إيداعه هنا في دار القرآن. السلطان الغوري صنع له حافظة من الجلد مذهبة في غاية النفاسة، وعلشان الزخارف النفيسة اللي موجودة عليها تم وضع مرآة ترى من خلالها سيادتك الزخارف. الآيات ده سيادتك ظهر الآيات المذكورة من الآية 36 من سورة البقرة إلى الآية 45، واستعينوا بالصبر، الآية الأخيرة في الجزء. طبعا سيادتك قاعد دلائل العظمة أنها يعني وحي الرب العظيم إلى الإنسان العظيم على يد الجناب النبوي العظيم بهذا المضمون العظيم، ومن أرض مصر ينطلق المرافع بإذن الله. يبقى سيادتك إشارة أنه يعني لما الإنسان يعيش جو القرآن بهذه الصورة ويتأمل كل هذه المعاني يلاحظ معنى عجيب، أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ده ما قالش بس القويم، يعني في طريق ممكن يكون منحرف وفي طريق قويم، بس القرآن لا يرضى للإنسان أنه يعدل عن المنحرف ويقف عند القويم، ده عايزه يقفز إلى الأقوم. عظيم يا رئيس والله، ربنا يبارك فيك. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم. طيب انتم طيبين. طيبين. كل سنة وانتم طيبين. طيب العجيب يا فندم ان طيبين انتم طيبين. كل سنة وانتم طيب يا رئيس والله. الحمد لله. ترك هم اكلت هم انتم طيبين. العجيب يا فندم ان القرآن زي ما بيهدي للأقوم يهدي للأحسن، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، يهدي للأتقى للأقرب، فلينظر أيها أزكى طعاما، الآخرة خير وأبقى، ورضوان من الله أكبر، ذلكم أطهر لقلوبكم. يعني يهدي الإنسان للأقوم للأطهر للأزكى، يعني يعلق الإنسان بالقمم في كل شيء. والعجيب سيادتك أنه أول ما نزل في القاعة في الإيوان الأخير سورة العلق اقرأ وربك الأكرم، ما قالش الكريم، لأن الأكرم هو الذي يأمر بالأقوم وبالأحسن وبالأرقى وبالأكمل. أفعل تفضيل دائم الفائفاً للنعم. فسيادتك يعني دار القرآن إن شاء الله تكون مقصد للزائرين من أنحاء العالم، يعني عطاء مصري جديد ومتجدد. الختام يا فندم دار القرآن يعني هدية مصر للعالم إن شاء الله، تنور الدنيا بإذن الله جل جلاله. الله الله يخليك يا فندم، كل سنة وسعتك بألف خير يا فندم. الله يخليك فندم. الله يخليك فندم. الله يخليك فندم. وإن شاء الله سيادتك المسجد مسجد مصر يعني يكون كما يعني نؤمل فيه بإذن الله، منارة للعالم بإذن الله. إن شاء الله.